رحلتي الأخيرة كانت على تنزانيا، قعدت 3 أشهر. ال3 أشهر هدول قضيتهم بأماكن وتجارب ما بجربوها الناس بالعادة، سواء لأنها خطرة أو بعيدة جدا عن المدن، أو هي فعلا تحتاج مشقة عالية وتعب عالي، وبالتالي الناس تبعد عن هالأمور. الناس إذا بنروح على أي مكان سياحي بالدول بالعالم بنلاقيهم بتكون بالأماكن اللي مخدومة فيها سيرفيس سهلة، وبالتالي بيبعدوا عن المكان اللي فيها قصص جد عميقة وعجيبة. ليه ليه سمعت عن بتحب قصة مثلا تضوي على حدا راح هيدي؟ يزورها باكستان؟ عفوا معتصم، ليه بتحب تضوي على اشياء مش مضوي عليها قبل؟ ولا انت عبالك تفرجي قصص صغيره بتحس بتثير اهتمام العالم انك تتعرف عليها؟ لأنه على المستوى الشخصي اليوم ممكن تروحي على الأردن بنص رمضان وتحسي قديش الشوارع القديمة بالأردن عن جد فيها ثقافة رمضان كحدا أجنبي، وممكن تروحي على فايف ستارز هوتيل تقعدي بقلب عمان وما تحسي ولا إشي من الثقافة، وبالتالي اختيارك للمكان بتخليكي عن جد تذوقي طعم السفر الحقيقي وتزوري المكان هذا قبل 100 سنة، أو فعليا أنت بتزوري الفيرجن الجديد من هاي البلد. واحدة من القبائل اللي زرتها بتنزانيا مثلا اسمهم الهدزابي، هدول الناس لهلا ما عندهم كونسبت الوقت اصلا، وبصحوا بصيدوا وباكلوا اللي بصيدوه، فقديش بصيدوا اليوم بيعيشوا، ما عندهم كونسبت الوقت، ما بيعرفوا شو يعني كم الساعة. فأنا لما زرت هذا المكان عكني زرت مكان من مئات السنين، وخذت تجربة جديدة برا برا منطقة الأمان منطقتكم تبعك. بالعاصمة.